قبل كده، كان يمكن اول طياره اختطفت كانت طياره تابعه لشركه اسمها بانير دو برازيل، شركه برازيليه طياره صغيره، انتهاء ب 2015 حينما قام الطيار الالماني باختطاف الطياره بنفسه وارتطامها بجبال الألب. برضو عايز انوه على الواقعه دي، احنا برضو ما سمعناش ساعتها ان السياحه اتقفلت على المانيا، على الرغم ان دي واقعه حقيقيه مات فيها ضحايا كتير جدا، وكان المسؤول عنها الطيار قائد الطياره. يعني يعني مقارنه بالاحداث دي الحمد لله رب العالمين احنا ما فيش حاجه سيئه حصلت او حتى اصابه واحده اتسجلت على راكب من الركاب يعني. طيب بالنسبه لطاقم الطياره يا فندم، هل في قانون متعلق بانه يعني في مده معينه يقدر يمارس عمله بشكل طبيعي سواء كابتن الطياره او طاقم المضيفين بعد يعني وقعه الاختطاف هذه الحادثه؟ بالتاكيد يا فندم، يعني هو في زمن من الساعات معين بيريح فيه الطيار لو هو اكسيدنج او تخطى زمن الطيران، وده موجود في الاوبريشن مانيوال او دليل التعليمات الصادره من مصر للطيران لطيارينها. ولكن في الغالب في الحالات دي ممكن بترى الشركه ان هي مثلا الكابتن ممكن يريح اكتر من يوم او كده، على اعتبار ان هو يعمل ريكفري او يتعمل له اعاده تاهيل نفسيا يبعد عن ضغط الشغل، اكيد اللي شافه برضه مش شيء قليل. اكيد. وبعد كده سيادته بيرجع للطيران بشكل عادي يعني الحمد لله رب العالمين. حضرتك برضو حطي في الاعتبار دائما ان طيارين مصر الطيران على طول في حالة استعداد تام، هم بيعملوا كل فترة recurrent course بيتم التعرض فيها لحالات الطوارئ المختلفة وازاي التعامل معها. فالحمد لله اظن ان كل الطيارين والضيافة على قدر كبير من المسؤولية وعندهم ثبات عندهم يا فندم ثبات انفعالي غير عادي. واكبر دليل على كده لم نسمع عن حالة انهيار لاي فرد من طاقم. هو بس حضرتك اساله بس حاجه واحده. طيب سياده اللواء محمد زمزم بس عايز بس يعقب او يتواصل مع حضرتك يا استاذ. اتفضل يا فندم. انا طبعا اهلا بيك حبيبي، انا متفق معاك تماما، بس في تعليق الناس كتير سالوه، طبعا المفروض الاجابه بتاعته من الشركه مش من اي حد تاني، شركه مصر الطيران. بيقولوا طبعا. ايه دور فرد الامن اللي على الطائره؟ بس ده سؤال والله الناس اللي بتواجهه مش انا طبعا، انا بس بنقل الصوره لحضرتك. يمكن استاذ ايهاب يعني لما يعني الحقائق ظهرت انه الحزام ما كانش ناسف، فالناس قالت يعني فرد الامن اللي فوق مش كان قادر يميز او يتعامل معاه بشكل او باخر يعني، فيمكن السؤال ده يعني الناس سالته لما الامور كلها ظهرت على حقيقتها يعني بعدين. الحقيقه يا فندم ده برضه سؤال مهم جدا، انا فعلا تطرقت اليه واتسالت اكتر من مره على نفس السؤال ورديت باجابه توضيحيه مهمه، انا بشكر حضرتك على السؤال ده. الحقيقه يا فندم دور فرد الامن على الطياره هو الحفاظ على الانضباط والحد معين على سلامه الركاب، ولكن يا فندم حالات التدخل الغير مشروع اللي بتيجي على راسها اختطاف الطائرات من اخطر الحالات المصنفه في المنظمه الدوليه للطيران المدني، واللي بتجبر الركب الطائر بالاضافه لفرد الامن بعدم التهور والاحتكاك بالفرد اللي بيدعي ان هو يرتدي حزام او قميص ناسف. لان لو صحت ادعاءاته يا فندم بنسبه 1% فقط لهلك وهلكت الطياره والركاب واللي عليها. لذا بتقر المنظمه الدوليه للطيران المدني وفي انكس مخصص للكلام ده، هو الانكس 17 او الملحق 17 الخاص بالامن، بيقول ان في الحالات دي لابد من اتباع تعليمات الخاطف بمنتهى الدقة وعدم الاحتكاك به خشية ان هو ممكن يفجر نفسه ويفجر الطيارة والمنظمة الدولية. سامحنا يا استاذ ايهاب لانه الخيال الناس خصب في المسألة دي. أيوة. حد راح ماسك شنطة هاند باج في ايده وقال الشنطة دي مليانة متفجرات، برضه هيتعامل معاه لانه هو فيها متفجرات ويسمعوا كلامه؟ والله يا فندم والله كل بلاغ بياتي على الطياره لابد ان هو يتعامل لي بمحمل الجد. ولكن يعني رغم التاكد من اجراءاتنا الامنيه الحمد لله في المطارات، وده اتضح يمكن في كان في فيديو بيعرض الحاجات دي، ولكن هي المساله يعني بتمس النقطه اللي حضرتك قلتها اخيرا دي. لانه في بعض الناس بيقول لك ما هو فرد الامن لو واثق من الاجراءات الامنيه اللي تحت كان تعامل معاه ويعني وقانا شر هذه الازمه، لكن برضه حضرتك رجعت تاني وقلت لو في احتمال 1% 1 في المليون مش 1% يا فندم. انه في حاجه حضرتك على حاجه سنه 1999 وبالتحديد يوم 24 ديسمبر تم اختطاف طياره هنديه. الطياره الهنديه دي يا فندم لما بداوا في الاول الركب الطائر يتعامل او الركاب يعني يصيبهم الذعر الخاطفين للطياره وهم كانوا تحت تهديد السلاح الركاب، تم قتل
راكب كان للاسف ان هو عريس متزوج جديد وراح يقضي اجازه. الطياره دي يا فندم فضلت مخطوفه من يوم 24 يوم 31 ديسمبر. نزلت مطار دلهي تقريبا في الهند، نزلت مطار في باكستان، نزلت في دبي لامداد الوقود والاستبدال بعض الضحايا، وانتهى الحال بها ان هي راحت افغانستان تلقتها حركه طالبان هناك. انا بدي حضرتك مثال، يعني يمكن هو ده الضحية الوحيدة اللي كان موجود. وبعد ما بدأ يعني الراجل ده ساعتها كان خرج عن شعوره وبدأ يحتك ضربوه بالنار، طبعا كل الركاب التزمت وهو ده الوحيد اللي مات، وحصلت مفاوضات وتم إخلاء سبيل الناس. عشان أنا فالتعامل الأمثل أنه أي تهديد يتم التعامل معاه هو جد. طبعا يا فندم طبعا، يعني مهما كان الثقة في الإجراءات الأمنية صحيح، ولكن هيظل يا فندم الناس اللي فوق مش عارف ايه اللي حصل يعني تمام. فلا بد يعني، عارف يا فندم، يعني ده طيران، يعني لو احنا بنقول ان في احتمال 1% ياثر على السيفتي، الطياره ما بتطلعش. تمام فيمكن ده السبب الرئيسي، يعني بتاع الامن تعامل بمنتهى المهنيه. هو لابد ان هو كان يعني الهدف الرئيسي ان هو حتى يهدي الراجل اللي هو المختطف ده، ما يحاولش يوصله لحرم الانهيار لان ممكن يهدد ويفجر نفسه. فالراجل بتاع الامن اتعامل فعلا بمنتهى المهنيه. مشكورك جزيلا طيار ايهاب رسلان، المتحدث باسم وزاره الطيران المدني، وتفاصيل يعني اصبحت واضحه يعني بعد تمام. هذه الحادثه، وبتاكد يعني وبتعطينا ثقه في إجراء تأمين مطاراتنا المصرية اللي هي متماشية مع المعايير الدولية، من بل تتفوق عليها. والتصرف الطقم تصرف طبقا لتعليمات المنظمة الدولية تمام. للطيران، ويعني ما تصرفش تصرف شخصي أكيد. هو في طبعا زي ما حضرتك عارفة في أراء كتير، وفي ناس كتير، ناس بتقول حصلت حادثة قبل كده اختطاف في مصر والطقم نزل قال لهم برضو ودوني ليبيا، نزلوه في سيوة في مطار عسكري و يعني تم السيطرة على الموقف، وواحد حصلت في الأقصر أنا فاكر برضو وطلع مهندس على إنه بيعمل صيانة للطيارة ومسكوه. إنما القصة إن هو الطقم نفذ التعليمات الدولية، ودي تمام. حاجة تحسب له ما تحسبش ضده. أكيد تحسب لي بس زي ما قال يعني أستاذ إيهاب، أظهر للعالم كله إن إحنا ناس بنطبق التعليمات الدولية والقانون، والحمد لله العملية ما حصلش فيها أي وكان يعني. واضح إنه الاهتمام العالمي، يعني زي ما قالنا أستاذ إيهاب إنه قام بمداخلات هاتفية في تلفزيونات عالمية في جنوب حتى في جنوب أفريقيا، يعني كان فيه اهتمام عالمي بالحادث. أصله غصب عننا وغصب عن العالم كله اللي بيحصل لحضرتك، لما بيحصل أي حاجة من هذا القبيل، اختطاف طيارة، قائد الطيارة بيبلغ على الأرتي، فالطيارات اللي طايرة في السماء كلها سامعاه، فبكل الدنيا بتعرف يعني ما تقدريش، ما حدش يقدر يخبي يعني، واخد بال حضرتك؟ هو في كل الأحوال ما حدش يقدر يخبي يعني، بالظبط كده يعني، حاجة حدث والرادار شايفه والدنيا كلها شايفاه، ولازم يبلغ، ما هو لازم يبلغ. وبعدين أنا بغير المسار بتاعي، بدل ما هنزل في مطار القاهرة هنزل في قبرص، يبقى طبعا هغير اتجاهي ليه؟ ولازم اخد اذن من الرادار لان الرادار شايفني انا. طب هي المعلومه طالما حضرتك اشرت لي المساله دي برضو، لما بيحصل حاله اختطاف كل المطارات العالم بتكون في حاله تاهب مثلا، احتمال ان هو ممكن يعدي من هنا لا هو اللي بيحصل ان الرادار حضرتك تقدر تقول ان تقريبا العالم كله كفرد بالرادار لا ف كل دولة لها مساحة من الرادار في السماء بتاعتها بتسيطر عليها راداريا. الدولة بتسلم عند الحدود بتاعتها الدولية للدولة اللي بعديها. فلازم بيبلغ، لازم، ولازم اللي حضرتك بتقوله ده صح 100% ان جميع الدول اللي في المنطقة بتاخد خبر ان الطيارة دي مخطوفة، من المحتمل انها تروح اي مطار. لكن ايوه لكن هم بيجيبوا له برميشن ان هو يروح الدولة الفلانية زي ما راح قبرص. والحقيقه برضو كان دور للقياده السياسيه انهم اتصلوا برئيس قبرص، ده كان له دور برضو تعاون كويس وخلى المطار في حاله استعداد لاستقبال الطيارة. طيب نقطه حضرتك اثرتها واعتقد ان الاستاذ ايهاب برضو جاوب عليها ضمنيا يعني حضرتك لعلك قلت ان احنا برضو محتاجين تطوير اجهزه الكشف عن طبعا المعالم. هو القصه أنا كلها انا فهمت من سياق حديث الاستاذ ايهاب ان لم تخن ذاكره ان هو قال ان احنا بنحدث اجهزتنا كل 6 شهور تقريبا. لا طبعا هو بيتكلم جايز على الاجهزه، هو حضرتك اصل في ايه؟ في جهاز للشركه نفسها بيبقى قبل الخروج على الطياره. ده جهاز بيبقى المفروض نساله السؤال ده ونسيبنا بس يتم التفتيش بيه على حقيبه اليد اللي في مع الركاب. واحد طالع طياره بيحطوها تاني مرحله تانيه. وحضرتك
الأجهزة مش موجودة عندنا. لا مش حاجات مش محدثة، لا يعني أقصد أقول إيه، إن التكنولوجيا بتجري بسرعة حضرتك. لو تشوف يعني مثلا كمثال، الناس بتغير الموبايل يمكن كل شهرين، ليه؟ لأن بيطلع الأحدث بالظبط كده. فهي القصة عايز أقول إيه، إن إحنا برضو نحط في اعتبارنا حاجتين مهمين جدا، إن أنا أحدث بصفة مستمرة، لأن التحديث بيريحني وبيريح القائمين على العمل. معدل التحديث المثالي كده يحصل كل قد ايه في رايك؟ لا هو مش كايد كل قد ايه حضرتك، هو كل مواكب التطور. يعني انا ما اقدرش احدد التحديث ده بيساوي بالظبط كده، التحديث ده بيساوي فلوس يا سياده اللواء؟ طبعا بيساوي. فهل طبعا معنى ده انه المساله ممكن تكون مرتبطه بتكاليف ماليه ممكن تمثل اعباء او في سبيل الامن حضرتك؟ ما اقدرش اقول ان انا ما معيش فلوس، لازم يعني دي ضروره. دي ضروره. وبعدين برضو حضرتك نقطتين مهمين تانيين، اللي هو التدريب المستمر ده مهم جدا. واخد بال حضرتك؟ في نقطة بقى مهمة جدا ما حدش تعرض ليها، بس هي نقطة مهمة، عدد ساعات الموظف أو الضابط أو الأمين اللي قاعد على الجهاز. المفروض كل ما قل عدد الساعات كان أفضل، عشان اللياقة تكون أعلى. أيوة بالظبط كده. طول ما حضرتك قاعد عينك في الشاشة، وخصوصا ان ساعات حضرتك بيبقى فيه فلو جامد من الركاب. الشيفت المفروض كم ساعة؟ أو هو عادة بيبقى 7 ساعات حضرتك، انما انا رايي ان هو المفروض يبقى اقل من كده، ساعات مثلا ساعتين. وفي نفس الوقت حضرتك نقطه مهمه جدا وانا ملاحظها في القاهره بالذات، ومش في الطيران ده، في العربيات تلاقي حضرتك الناس سايقه العربيات وعماله تتكلم في الموبايل. ده في ناس بتبعت مسجات ورسائل وهي سايقه في العربيه. فعايز اقول ان المفروض برضو، طبعا انا ما بقولش ان هم قاعدين ماسكين تليفونات، انما عايز اقول برضو انه يتم منع استخدام التليفون في اثناء العمل في بالظبط كده. ده نقطه مهمه جدا، في جزء من الثانيه ممكن حاجه تعدي بالظبط، ممكن بس يشيل عينه كده، واخد بال حضرتك، يحصل اي ثغره. فطبعا ومش معنى كلام حضرتك ان ده حاصل، بس انت حضرتك بتحذر. لا احتياطات يا فندم، دي احتياطات امنيه مش اكتر من كده. تمام. وطبعا لازم اللي يدرب يكون راجل بروفيشنال، ما يجيش اي حد مجرد يدي محاضرات، ده مش تدريب. زي ما الطيارين بياخدوا تدريب في مراكز متخصصه اللي هي السيميليتور بتاعهم، بيجي كل فتره يعمل بيعملوا له طيران تمثيلي اللي هو داخل السيميليتور، وبيعملوا له مواقف بيشوفوها يتصرف فيها ازاي. خلي بال حضرتك ده بيتم سنويا للطيارين. عايز اقول ان التدريب ده حاجه مهمه جدا، مش مجرد الناس بتعتبرها ان هي حاجه مش مهمه، لا بالعكس. مش معنى ان انا عارف ان انا ما اتدربش، لا. بس مره تانية كلام حضرتك في قواعد حاكمه للمساله، مش معنى كده انه في تقصير ما حاصل. لا لا اطلاقا، حضرتك بتتكلم في امور يجب الالتزام بيها بالظبط كده، او استمراريه الالتزام بيها. تمام. لكن فيما يتعلق برضو النقطه اللي ربما ايمان اثرتها، وكون حضرتك برضو كنت طيار، الطيارين او طقم اللي كان موجود على الطياره المفروض يطير بعد قد ايه تاني؟ لا هو حضرتك المفروض بعد اي حدث او اي حادثه او اي حاجه بيكشف طبي تاني. بيكشف طب في المجلس الطبي، حتى لو كانت انتهت برضه بسلام زي الحادثه دي المفروض. ايا كان، ما دام اي تعرض لاي موقف بيروح يكشف طبي ويبقى خلاص. انما هو بالنسبه لهم عندهم جدول عدد ساعات طيران في اليوم، لو حصل له اكسيدنج بيتوقف عن الطيران بواسطه سلطه الطيران، مش الشركه اللي بتوقفه. المفروض سلطه الطيران هي اللي بتراقب الكلام ده، هي اللي بتدي له اللايسنس وهي اللي بتجددها له. فدي حاجة روتينية انه بيكشف طبي، حتى لو ما كانش عنده حاجة وما حصلش أي حاجة بيكشف كل سنة طبي. فوق من 60 ل 65 بيكشف كل 6 شهور بدل كل سنة. يعني المسألة ما فيهاش مشكلة بالنسبة للطيران تاني. لا لا ما فيش مشكلة خالص، لا هي تجربة عموما يعني أوضحت لنا أمور كثيرة بالزبط. ممكن تكون كانت غايبة عننا زي ما بيقولوا رب ضارة نافعة، وأثارت فعلا يعني ده النظر ولفتت الانتباه إلى مصر وإلى شركة مصر للطيران قد إيه هي حريصة على يعني الركاب، وحريصه على سلامتهم، وحريصه على اتباع التعليمات، وده الاهم كده يا فندم. ان احنا مش واخدين العمليه كده، لا احنا بننفذ التعليمات الدوليه طبقا للكتاب زي ما الكتاب بيقول. سعدنا بوجود حضرتك معنا، ودايما نلقاك في مناسبات كلها خير دايما ان شاء الله. شكرا جزيلا لك سياده اللواء طيار محمد زمزم، رئيس الشركه المصريه للمطارات سابقا. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ليك سياده اللواء. تحياتي يا فندم. نشكركم مشاهدينا على المتابعة، وغدا فريق عمل جديد يلقاكم في برنامجنا نيل الأخبار. هنختم يا فندم، غدا نلقاكم.